مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاء جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا من جديد في هذا اللقاء الأسبوعي. تعد الأسرة عماد المجتمع ونواته الصلبة واللبنة الأساسية فيه، لذلك عني الإسلام بها واهتم برعايتها رعاية كاملة، بل وبين أفضل السبل والطرق لإقامتها على النهج القويم، وأمر الوالدين كذلك بإحسان تربية أبنائهم وحسن رعايتهم، وقد هيأ لذلك شتى الوسائل والسبل. هناك طبعا حقوق وواجبات الأبناء على الآباء وعلى الآباء، وضع هذا في الاعتبار. وأفتكر أنه يا شيخنا بداية الأسرة يبدأ من خطوات معينة على المسلم أن يتبعها. ما هي الحقوق في البداية؟ حقوق الأبناء على الأباء. صحيح. بسم الله، توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا أن الزوج يختار الزوجة المستقيمة المتدينة، زي ما رسول عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. نعم. فاصفر بذات الدين تربت يدها. نعم. يعني إذا كان الشباب بيكوس المرأة السمحة وقروشة كثيرة ونسبة سمح والتدين، انت اختار اخر واحدة اللي هي التدين. فاصفر بذات الدين تربت يداك. الينا دي تحفظك وتحفظ اولادك، دي هو اختيار الزوجة. كذلك برضو اختيار الزوج، برضو زي ما الاسلام وصى ان الزوج يختار الزوجة، كذلك الزوجة تختار الزوج. يعني مثلا زوجة تقدم لزواج منها، ما تتسرع تتريس تتعقل تتمهل. او شيء تكلف اخوانه يمشي يدرس الزول ده أخلاقه كيف، معاملته كيف، ذو خلق ذو دين. لأنه الشرط هنا ده بيقول لك الزوج لابد يكون ذو خلق ودين. ذو خلق عنده أخلاق حميدة ومتدين. متدين معناته محافظ على صلاته وعلى الحاجات العبادات الواضحة المهمة. أداء الزوج تختاره يكون بعد ذاك، يبتدي بقى الزواج إن شاء الله بعد ذاك. والحاجة طبعا ربنا قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زينة الحياة الدنيا. والأبناء والمال يعني زينة الدنيا، يعني الدنيا زينة زانية زينة. زينتها وجمالها في الأولاد والبنات. نعم. وكذلك أوجب الشرع يعني النفقة على الأولاد. أيوة. لذلك قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأن دل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: أعظم دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. يبقى ده أعظم الدينار اللي بتنفقه على عيالك. النفق على العيال فرض. نعم. طيب نحن نجيب في المحور ده مسألة الاختيار، وهي البداية الصحيحة للأسرة. أي نعم. نحن ملاحظين الآن الحياة تغيرت. زمان الآباء ما بده فرصة حتى للبنات يشاوروهم في المسألة دي. يعني شورة المرأة في الاختيار طبعا مهمة جدا. يعني زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح البي السيب حتى تستأمر. لابد البكر ان الزول يستأذنه. طبعا البنات الزمن ده بيختاري، لكن برضو اذا كان الزول تقدم للزوج زواج بنته يشاوره: فلان فلان تقدم للزواج منه على كتاب الله وسنة الرسول، تدينا رايك شنو. وما يسرع يقول ترد علينا هسع، يديها فرصة صلي صلاة الاستخارة وتشاور نفسها تشاور أهلها وكده. وبرضه كذلك انه نحن النقطه المهمه انه اللي نكلف الاولاد يدرسوا الشاب اللي تقدم للزواج من اخته. نعم. عليه بطريقه فنيه كده، شوفوا اخلاقه ومعاملته. لانه في كثير اسئله، يعني تجينا تلفونات الواحد بيتالم. تكون المراه بتصلي محافظه على صلاته وقرات القران وحافظه على عبادته، لكن تقول زوجي ما بيصلي. أيوه. زوجي قاعد يسكر، زوجي قاعد يتعاطى مخدرات. هذه المشكله هنا ده. يعني ده في الحاله دي طبعا بتتالم انها متدين تشوف زوجها بتاريخ صلاه. طيب هو طبعا من حقوق الاباء او الابناء على الاباء ايضا انه يساهموا معه في اختيار الزوجه دي. طبعا انا بلاحظ انه الاولاد او البنات على الاقل بيقول لك: يا اخي والله نحن حرين نختار، ونحن ناس واعيين وكبيرنا وكذا. يعني اي زول داير البيت اللي بيختاره هو. بتحصل مشاكل كثيره جدا بين الاباء والابناء في اختيار الزوجه. اي صحيح. هنا برضه مكلف، مثلا الزول يختار لبيت. ايوه. في الحاله ما طوال يسرع، يكلف اخواته.
اخواتي انا بفلان الفلاني يعني عندي رغبه الزواج على كتاب الله وسنه رسوله، دليل يكون تدونه كده تقرير عنا. البنات تمشي في البيت كضيفات، كيف حالكم اهل البيت طيبين، احنا ساكنين في حته الفلانيه واهلنا كده، يتعرفوا نفسهم ويتونس ونس عاديه، ويلاحظ البيت حركاتها كلامها ونستها شغلها، ياخذ تقرير منها يجيب للولد ولا تقرير بيده ما شاء الله متدينه، كلامه كله في ذكر الله، ما بتجيب زول بالسكر زول بالبطال متدينه وكذا، يجيب له معلومات. اي ده برضه ده مهم، زي ما ذكرنا انه البيت ترسل اخوانه يعمل يجيب له تقرير من البيت، كذلك الولد برضه يكلف اخواته يجيب له تقرير منك وهكذا. لاحظنا كثير من الناس بيقول لك والله نحن ابونا ده ابا يعني يقول لك والله ما راضي عنك، او الام تقول لولد انا ما راضي عنك لو عرست البيت الفلانيه دي. أيوة. احيانا يكون تعصب ويكون يعني بيعمل شلل في الاسره. هو طبعا طاعه الوالدين في الحال دي واجبه. لكن مثلا زول اختار له بيته ودرسه وكذا وكذا واختار وكذا، الوالدين احترضوا يقعد بالتي احسن بكلام طيب حنسه، انتوا رافضين السبب شنو عيبه شنو شنو شنو، لقى كلام الوالدين مقنع يسمع نصيحته، لقى كلام ماما مرة وتعصب وكذا يفضل يحنسوني يحنسوني يرضيهم يطول باله يحنسوني يجيب له الاجاويد خالاته عماته يحنسوني. الوالدين قالوا الروب جد ما يتزوج بنتي، يسمع كلامه ما يخلي. طبعا ده برجع للتربيه والتنشئه ذاتها. صحيح. يعني كيف الزول ذاته يربي ولده عشان يسمع كلامه؟ دي نقطه مهمه. أي صح، لانه في الاسر رحم الله ابا اعان ولده على بره. كيف؟ يعني الله يرحم هذا الأبو العلم ولده يبره. أي علم يعلم كيف يعلم انه يسمع كلامه ينفذ كلامه يطيعه وحاجة زي كده يرشده يرشده ينصحه. لما الولد ابونا داه وما تاخرت تاخرت مالك المكروه تليك لازم تجي لما يقول لك تعال نديك كلفك بشيء الفلان سوي يا ربي من هو صغير يسمع الكلام. كده ناخذ معنا اول هاتف، خالد من بربر. مرحبا يا خالد. أبو خالد، مرحبا يا أبو خالد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أحيي البرنامج وأحيي مولانا الشيخ. الله يبارك فيك، تفضل يا أبو خالد. نعم. واللي سمعني من التلفزيون. وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين لمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عندنا نفس المشكلة يا أبو خالد، نحن بننبه طوالي في كل حلقة، المرة دي يمكن أكون في بداية الحلقة ما نبهنا إنه الناس بيسمعونا من التلفون، عشان أنت تسمعنا كويس ونحن نسمع كويس وكمان المشاهدين يتابعوا معنا السؤال ويستفيدوا، أرجو أنك تستمع إلينا من التلفون فقط يعني يا أبو خالد. حاضر حاضر. نعم. نعم خليك بعيد شوية من الصالة اللي فيها. عندي سؤال للشيخ، عندي سؤال للشيخ أنا. أيوة قول سؤالك. انا عندي انا طبعا عيال بيتنا طبعا. ايوه عيال بهجة بيتنا. ربنا يشفيك ان شاء الله. الشهر الفات صمت وتعبت شويه، والشهر ذاك ما اعرف اصوم ولا ما اصوم. الشهر ياتو؟ رمضان اللي جاي ده ربنا حنصوم ولا ما اصوم ان شاء الله. ربنا يحيينا للوقت ذاك. نعم انت ذاك ما صمتوا؟ الشهر فات والله كنت هناك كنت عيال. ايوه وقضيت الايام اللي فطرتها؟ اطعمتها؟ والله ما قضيتها، بقيت عيان طوال على حد العيان. ايوه يعني المرض الدكتور قال لك انت مريض كلى ما بتستحي يعني ما تصوم اصلا يعني؟ نعم. مرض دايم ولا مرض مؤقت؟ والله مرض دايم. مرض دايم، خلاص ان شاء الله الشيخ يجيب لك على السؤال يا ابو خالد وربنا ان شاء الله يشفيك. طيب الزول عنده كلى قال السنه اللي فاتت ما صام، هل اطلحت الفديه؟ ده سؤال لنا ليه. اذا طلحت الفديه هتجزيك، ما طلعت الفدية تطلع الفدية إطعام 30 مسكين على رمضان الفات لأنك عندك كلى ما صمت. أيوة. السنة الجاية برضو طبعا مرض الكلى ده مرض مزمن ما يعني زول بيستمر ياخذ العلاجات. السنة الجاية منها ساعدوك صدرك يستعد أنك تطعم رمضان تطعم 30 مسكين. يستعدوا له من الآن يعني. ولو ما مصليت طبعا خلاص ربنا عفى عنك. طيب شكرا لك يا ابو خالد من بربر، واتمنى انه المشاهدين اللي بيتابعونا ايضا انا اذكرهم مره ثانيه انه مساله الاتصال تحتاج انه لدقه شويه في التعامل مع التلفون، باعتبار انه نحن بنحتاج انه الزول يستمع الينا من التلفون فقط وليس من التلفزيون.
عشان نقدر نسمع كويس، والمشاهدين ايضا يستفيدوا من هذا الزمن اللي احنا بنضيع مرات في عدم السماع بصوره واضحه للساده المشاهدين. معذره يا ابو خالد، حقيقه نرجع للموضوع اللي هو موضوع حقوق الابناء على الاباء. خلاص احنا وصلنا انه الرجل اختار او المراه اختارت الرجل واتفقوا وتزوجوا، الحق الذي يلي هذا اي بعد كده نعتني بالاولاد في تربيتهم من ناحيه صحيه، نحافظ على نظافتهم على غذائهم على تربيتهم وكده. اظن قبل ذلك اختيار الاسم ذاته يا شيخنا صح؟ اي طبعا الاسم ده مطلوب، نختار الاسم السمح وانا بعد ذلك نعتني بالغذاء بالاكل والشراب والعلاج وحاجات كده والتطعيم وحاجات كل العنايه المطلوبه بالاطفال. بعد ذلك الطفل لما يوصل لحوالي 6 سنة نحن ندرب عليه كيف يتوضا، كيف هو الحي لما يدخل الحمام، كيف يبول، كيف يستنجى، كيف ويكون هدومه نظيفه من البول ما يجي عليها وكذا، يعني ندربه كذا. لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال مروا صبيانكم بالصلاه ل7 سنين واضربوهم على 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى دي من 6 سنة نحن ندربه كيف يتوضا، كيف يصلي، ونعلم الصلاه البيان بالعمل. مش نقول يا ولد صلي، انت صليت يا ولد ده يصلي، انت صليت يا بنت نصلي، ما عارفين بيصلوا كيف، لا ندربه نصل كيف يقف في الصلاه، نعمل قدامه كده نجيب نعمل البيان بالعمل، تجيب في مكان زي ما وقفت ايدي وترفع ايديك كده وتكبر كده وتركع كده وتسجد كده، لازم نعلمه يلا أصلي قدامي، شوفك إذا صلي عرفت الكلام ولا لا، صلي، أي أنت تسمع له صلاتك سمح لكن قاعد تسرع، قاعد تتلفت، ما تتلفت، ندرب عليه أن أصل فيه الصلاة الصحيحة، أصلنا فيه الوضوء الصحيح برضه، نعلمه كيف يتوضأ، نتوضأ قدامه، بعدين نقول له يتوضأ، نعلم الوضوء الصحيح، لأن في كثير بعض الشباب يعني تبي يتوضأ ويصلي لكن في أخطاء في الوضوء، أخطاء في الصلاة، أخطاء في القواعد في الصلاة يتلفت، يتحكحك هناك، لأن ندربه نأصل فيه الصلاة الصحيحة. نعم. انت أصلت فيه الصلاة الصحيحة تمام، تاني صليت لغاية ما يبقى جد ما بيفرط فيها، لأنه تعود عليها، من شب على شيء شاب عليه. لكن نهمل يقول له صلي يا ولد صليت، صليت قاعد تصلي أي صلي، أصلي يبقى يتعود على الكلفة السرعة في الصلاة. الحكاية دي لغاية ما يكبر، أستعمل نلاحظ ناس كبار واحد تلقوا عمره 60 سنة ينقض الصلاة نقد. أي ورجعنا أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قال يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها. يبقى ده أسوأ الناس سرق اللي بيسرق من الصلاة. وسرقة الصلاة معناته السرعة في الصلاة، التلفت في الصلاة، التحكحك يتحكحك في الصلاة. دي الصلاة ده عندها شروط، عندها أركان، عندها آداب، زول من هو صغير يأصلها. أصلتها في ولدك ده تاني لما يبقى جد حيحافظ على الصلاة. الدور ده اللي بيقوم به الأب ولا الأم؟ طبعا الأسرة كلها، الأب والأم والأخوان والأخوات كلهم شركاء في الموضوع. شركاء في الموضوع ده. في ناس بيسوقوا أولادهم معاهم المساجد عشان يتعلموا. هي هنا طبعا الأطفال اللي بنمشي المساجد ديل الأطفال نوعين. الأطفال من 7 سنة زي ما ذكرنا ندرب على الصلاة، نعلمه كيف يتوضأ، كيف يصلي وكذا، ندرب على الصلاة، ويوم الجمعة نحضر له جلابية خاصة للصلاة، سروال وجلابية وطاقية، ندربه يجي يوم الجمعة نسوقه يجي يصلي معنا في الجامع، نعود عليه مشي الجامع وخطبة الجمعة يستمع، نأصل فيه كده. الأوقات الثانية لما يكون فاضي برضه يمشي الجامع. أما الأطفال الأقل من 7 سنة ما نجيبهم الجامع. أول حاجة طبيعتهم اللعب، ما بيفهم حاجة، لا ما أسكت سوي، لا طبيعته اللعب، يمكن أنت وقفت جنبك ويقوم يجري في الصفوف يشغل الناس. يصرخ، وقد يكون بايل فوق ملابسه ينقص المسجد. قد يشوش عمل التشويهات يجري كده يصرخ يشغل الناس والمصلين. لا الطفل قال لي من 7 سنة نقول له أقعد مع أخواتك هنا صلي هنا، لما توصل 7 سنة مسوك معانا زي أخوك الكبير. هذا المطلوب يحصل كده. نعم، الغريبة المسألة دي نحن ما ملاحظناها في المسجد، العكس بيكون يجيبوا الأطفال أقل من الصغار. لا 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 نعم. أنت طلع شوف الأطفال الكبار تلقون كل، لكن الصغار ديل يصرخ ويجري ظاهر فعلا، ظاهر كثير الآن في المساجد ويتلفت ويقوم ما عارف صليت شنو. 3 سنين يعرف لك صليت كيف. نحن دارين نشعر الناس إنه المسؤولية مسؤولية كبيرة عشان تملك بني آدم، مسؤولية كبيرة مشتركة. كثير من الناس بيخلوا المسألة دي على النساء، والنساء بيكونوا مشغولات بالأكل والشراب وتفاصيل كثيرة جدا جدا. الرجال بيكونوا مشغولين ايضا في التجاره او مغتربين او كذا. نحن المسؤوليه دي الناس يحسوها طبعا، ده اهم شيء. قال تعالى واذكر في الكتاب اسماعيل
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام في قبل المرض المات فيه، نعم، يقول لغاية آخر كلام يقول، كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. نعم. معناته وصف بالصلاة. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، ده خطاب موجه لكل المؤمنين. يا معشر المؤمنين، يا من آمنتم بالله ورسوله وصدقتم الله ورسوله، قوا أنفسكم وأهليكم، يعني أحفظوا نفسكم وأهليكم. والأهل قال يشمل الولاد والبنات وكله، وأنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. قالوا نحفظ من النار بشنو؟ بتأديب وتعليم ومحافظة عليه، أن يطلع متدينين محافظين على صلاة وعبادة. نعم. عملنا كده يقوى حفظناه وحفظنا نفسنا من نار جهنم. نعم إن شاء الله. رجع لنا أبو خالد مرة تانية. أهلا يا أبو خالد من بربر، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع بجة سبيت الشيخ، عندنا كان أقول جفة بالفكرة. نعم. عندنا أخونا توفى قبل فترة. كان أخوك ماله؟ يتوفى ها؟ توفى قبل فترة. ربنا يرحمه إن شاء الله. أيوة. محمد بشر يسوع. نعم أخوك توفى قبل فترة. نعم. عاوز أجاك بالتشيخ الشواهد والخرسان اللي خدتها في القبر ده حرام ولا حلال؟ أيوة الشواهد في المقبرة. أيوة كويس، شكرا جزيلا أبو خالد، كتر خيرك. قال إنه أخوهم توفى، إن شاء الله ربنا يرحمه رحمة واسعة. الشاهد كتابة وكتابة على القبر ممنوع عند كل العلماء. ممنوع الكتابة على القبر، وإذا كان كتابة فيها اسم من أسماء الله الحسنى أو آية من القرآن تكون حرام قطعا، لأن عرضت لأي دي للأرياح بالليل أن تطلع أرياح صعبة من المغابر. يبقى نحترم كلام الله، ما نكتب كتابة فيها اسم الله ولا كده. بعض العلماء جوزوا كتابة اسم المتوفي بس وتاريخ وفاته، وبعضهم قالوا لا، مطلق الكتابة ممنوعة مطلقة. لكن ممكن تاخذ لك علامة حجر حديدة أي حاجة كده. وأسع في منظمة حسن الخاتمة بتعمل يافتات تكتب فيها أرغام من واحد اللي ما شاء الله. كلما زول ما جاء ويداري سوق زول يدفنه يمشي للمكتب بتاع المقابر يأخذ ما متوفر. لكن الحكاية دي في كل المقابر الصحابة بس هاي في الخرطوم وفي حتات معينة. هاي في حتات. طيب الواحد عشان يتأكد إنه ده قبر خلاص يليك حجر خد عليه علامة مميزة. أكتب عليه رغم وأكتب عليه علامة مميزة حديدة. هاي لكن ما تعمل حديدة طويلة كمان تكتب رئيسة حديدة، يعني معناته أي حاجة تدل على إنه دي تعرف تربة أبوه. في ناس بيعملوا سور كذا. سور ممنوع. ممنوع لأن رسول نهى أن يجصص القبر أو يمنع عليه. في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو يجلس عليه. مقصود شنو بالتجصيص؟ التجصص معناته نجيب الجبس زمان اللي سوينتي ما كان ظهر. نجيب الجبس نعينه نبلطه فوق التربة. التربة التجصص ممنوع. أي. ولا يمكن الأحد يعمل. البنيان برضه ممنوع. البنيان ممنوع. أي ممنوع خالص. سبحان الله، يعني دي أشياء مهمة جدا أتمنى أنه الناس يعني يعرفوها. والمشكلة يا شيخنا كمان الناس بقت تخالف الأشياء زي دي، محتاجين الناس لإرشاد شديد. الزول بيعمل يافتة ويجيب بنيان ويافتة من حديد ويكتب عليها هذا قبر فلان الفلان. المبلغ الدرابزين سويته ده ما أقل من 5-6 ألف جنيه. الخمسة ستة ألف جنيه دي لما نزلت ليها شوال اسمنتي في مناطو في بناء مسجد تبقى له صدقة جارية طالما المسجد ده موجود. نعم. شوال اسمنتي بس نزلته للجنة دي اللي بتبني المسجد ده، شوال اسمنتي ده يفضل ثوابه كل ما زول أذان صلى أبوك ياخذ ثوابه. ما مساهمة. لكن طيب. عملته بالدرب دي ربنا يسألك يوم القيامة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يكره لكم قيل وقال وكسرة السؤال وإضاعة المال. أيوة. إضاعة المال ده ما مال ضايع، درابزين ده يستفيد منه أبوك ما حيستفيد منه. ضيحت المال ده. المال اللي صرفته على الدرابزين والبنيان ده يتصدق به لأبوك للمساكين. سبحان الله. إن شاء الله يكون واضح يا أبو خالد هذا الموضوع.
ممكن يزول بس بين الحين والاخر يمشي يصلح التربه كده وتكون ظاهر يعني على الاقل يعني اعتبره انه يكون ظاهر يعني. وطبعا الزول اذا انت ابوك ما تكون في السويد في النرويج ودقيت لي ربنا يوصل الدعاء ده اي وهنا نعم يمكن يكون بيسالوني برضه في الاستوديو قالوا الارقام ما فيها فيها مشكله اظن الشيخ تكلم عن المساله دي الارقام يعني زول كتب ارقام اي رقم من واحد اسم مقابر الصحابه من واحد ليه ما شاء الله وصل الالاف يعني واضح الارقام بدخل بعد ذاك الرقم ده بتعرف انه رقم المقبره ويمكن تمشي بلاطه فيها ارقام هو القصد في الاول والاخر انه زول يدعو للانسان ويصل يعني زي ما ذكرنا الدعاء يوصل لابوك ابوك مدفون في اخر بلاد الدنيا دعيت ليه وربنا يوصل الدعاء ده لابوه يوصل الصدقه لابوه نعم. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو حقوق الابناء على الاباء الليل. طبعا احنا بدنا نشوف الحقوق عشان الحلقه اللي بعدها ان شاء الله نتكلم عن حقوق الاباء على الابناء. الاب ايضا من الاشياء المهمه جدا اللي هي الانفاق على الاسره. ايوه وانت لما يعني تربي ولدك ده بالحلال ويعني بفتكر انه بيكون صالح ايضا صحيح يعني. فعلا يرحب كله الحرص انه يكون كسب حلال عشان يربي اولاد والحلال يشبوا كده واهم من ده كله كمان لابد ان احنا نكون قدوه حسنه لاولادنا قدوه حسنه بمعنى انه الابو لما يقعد مع زوجته يتونس ما يجيب سرتانات بالبطال قدام الاولاد فلان سوى فلان عملت فلان يسوى فلان كده فلان كده فلان خلقه كده لا ما نجيب الكلام دي الولد بيتاثروا يطلع برضه ويقطع زين. عندنا مثل سوداني حبوباتنا كان يقولين ان جافيت لا توري جناك ان حننت اوري جناك. يا سلام شو ذلك كان حبوبات لكن كان في كلام واضح يعني اللبو يلوم كان سويت لكم شيء تنكعب ما تخلوا ولدكم يشوفوا سويت شيء تنسمع خلوني يشوف ان جافيت لا توري جناك ان حننت اوري جناك. يا سلام يقول نحن اهم شيء في ذا الاخلاق نكون قدوه حسنه لاولاد ما نكذب قدامه. ابوي في زور راقي في خشب الباب برا امشي قول ابوي نايم لما خلاص علمت ابوي على الولد الكذب لما يجي يقول الكذب حاله يقول ابوي مو ما قاعد يكذب سبحان الله امشي قول ابوي نايم لا نعم في الحاله احنا نرجع للموضوع بتاع الانفاق ده لانه بيعتمد على الشغل الحلال وكده والبذل الحلال. نرجع له ثاني معانا الان ام محمد ام احمد من بحري. مرحبا يا ام احمد. عليكم السلام ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت بس عايز تسأل الشيخة عندي أمي عيانة شوية كده عندها يعني عيانة عندها زي حاجة يعني هم حتة حساسة شديد عرفتها يعني ما 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 قدر ما نحن نحاول نوديها الدكتور رافضة تمشي معانا يعني تتعالج. أيوة هي مريضة وماذا تمشي الطبيب؟ هي مريضة يعني مريضة شديد وما قادرة تمشي من الحاجة دي يعني من السكاية دي ورافضة تمشي الطبيب؟ ما قادرة تتحرك كويس ما قادرة تقعد كويس. عمرها كم سنة؟ كنامة الشيخ قال لك عمرها كم قال لك عمرها كم سنة الشيخ؟ كبيرة يعني كم 60 كم 70 سنة. لكن شفتها عنيدة عنيدة شديد عندنا عناد شديد حكاية الدكتور دي. نحن دايرين نعرف يعني الشرعي يعني مسرعي علينا نحن شنو لو وديناها من غير ما تعرف نحن دايرين نوديها يعني نحن متضايقين ويعني يعني ما قادرين نتصرف معاها لانها معندانا شديد ودايرين شنو يعني نوديها من غير ما هي تعرف لانها حتى حساسه ما يعني هي رافضه ان الدكتور يشوفها مثلا او حتى لو مره رافضه انها تشوفها. هي بتخاف من الدكتور ولا اصلا ما قدرت تمشي عشان ما ترهقكم اصلا؟ نخليها ما قدرنا نخليها بحالتها دي ما قدرنا نوديها عشان احنا أيوة. جدا خلاص وضحت الرؤيه عشان رافضه الرؤيه وضحت نعم خلاص وضحت الرؤيه. شكرا لك يا ام احمد. ام احمد ام مريضه ان شاء الله ربنا يشفيها. ايوه قالت عمرها تجاوز 70 سنه وكذا. هي طبعا اخواننا الزول لما يوصل لل 70 سنه وهو ماشي لقدام بيكون دخل الخرف المبكر واول كلام الزول يكثر مغالطته تكثر ما بيحب ده ويحب ده ويكره ده وشتايم وحاجات كده كلها الزول يتحمل. يبقى نطلب من الاولاد والبنات ان ابوك انت تجاوز 70 سنه دخل المرحله بتاعت الخرف المبكر تتحملوه وتصبر عليه. أسا قالوا أمهم ده عياني وما بترضى تمشي للدكتور. قالوا بتخجل لأنه قالوا المرض في حتة حساسة ما دار تمشي للدكتور. أي ما بحالة في حالة دي يجيبوا لي دكتورة مرة
زي يمكن ما داري اللي بتقدر دكتوره ما يجيبوا لي دكتوره في البيت ويكاد يقعد يتونس وتقعد اول شيء الدكتوره تجي تتونس معاها تدردش معاها وممكن تخلي البنات تمشي بقادي العرض ديك تكون هو اللون بس تكشف عليها وتكتب لها العلاج ممكن في الحاله دي مضطرين ما دام هي ما بترضى تمشي للدكتور وزي ما ذكرت ما كان حساس يجيب له دكتوره في البيت هاي ما في سهله الحكايه دي مصطفى اي سهله يعني وكده لكن اهم شيء له كله طولوا باله طولوا باله عليها ترفض تجيبوا له الدواء ما تشربوا يتحملوا دفقت الدواء يتحملوا قالت ما ببلع يتحملوا الصبر عليها واجر عظيم ان شاء الله ربنا يتمم الشفاء الجنه تحت اقدام الامهات ان شاء الله يا راجل النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اني اشتهي الجهاد ولا اقدر عليه قال فهل من والديك احد حي قال امي قال قابل الله في برها فاذا فعلت ذلك فانت حاج ومعتمر ومجاهد سبحان الله هي قال له مش تيجي هلا قال معوق ما بقدر اجي احمل السلاح هل من لديك احد حي قال له من اللي حي قال قابل الله في بره معنى قابل الله في بره يعني احرص كل الحرص الموت لو جاك قبل امك تكون باربيه جاء الموت لامك قبلك تكون باربيه عملت كده ربنا يديك ثواب العمره ثواب الحي ثواب الجاد في سبيل الله سبحان الله ام احمد ان شاء الله الرؤيه وضحت وان شاء الله والدتكم كمان ربنا يشفيها شفاء تام حتى بدون ما تمشي للطبيب ان شاء الله كتر خيرك يا ام احمد وشكرا للشيخنا الجليل سنعود اليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج فتاوى بعد الفاصل ابقوا معنا اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقه من برنامج فتاوى بصحبه شيخنا الجليل دكتور محمد احمد حسن بدينا حديثنا بالتفصيل عن حقوق الابناء في الاسلام على والديه طبعا ونحن حقيقه نقطه مهمه جدا بدينا فيها الحديث لكن نحاول نكمل مساله الانفاق بالحلال يعني كثير من الناس الان ضغوط الحياه العامه بتخليهم يهربوا على الاقل من من المدينه او من البيت وكذا والمساله دي بتأثر تأثير مباشر على تنشئة الأبناء. أيوه طبعا ربنا تبارك وتعالى متكفل بالأرزاق. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والمطلوب من المسلم يسعى في طلب الرزق الحلال. والشر ربنا يقسم له ويجيب اللي يأكل ولاده. وسع عليه كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. مطلوب من الزوج يجتهد ويسعى وكمان الأم كمان تقتصد حاجات ما في داعي إليها تخليها تجيب الحاجات الضرورية توفر الغذاء الضروري لولداتها وتكون ده جهاد وثواب عظيم جدا. وكمان عكسه في كثير يعني في آباء زول الزوج يجيب الولدات خمسة ستة ولاد يقوم يشرد يخليهم لأمهم يمشي يطفل في بلد تاني زوج لمرة تاني. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يفقد من يملك قوته. كفى بالمرء إثما أن يفقد من يملك قوته. يعني زول الشرد من عياله ده ما عنده أي ذنب غير شراد من عياله. شراد من عياله ده يكفيه الذنب يدخل نار جهنم يوم القيامة. يبقى زول ما يشرد من عياله ويجتهد ويشير ربنا يقسم ويديه وربنا يتكفل بالأرزاق. كذلك التحري في الكسب الحلال بقدر المكان والتعفف. ولذلك عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. أهل الجنة ثلاثة، معناته بيتصف بواحدة من الصفات الثلاثة دي لكم من أهل الجنة. أول واحد ينقل ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ذو السلطان يشمل الحاكم العام للمسلمين ويشمل الوزير ويشمل الوالي ويشمل المعتمد ويشمل المدير العام في مرفق، مخلصين في عملهم، خافوا الله حسين برغبة ربنا عليهم، ما بيأكل الحرام، ما بيفرط في عملهم، خايفين أدى عملهم بهمة بنشاط بإتقان بإخلاص بعفة بنزاهة، ذلك يكون من أهل الجنة.
ذو سلطان مقسط متصدق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومثله. كمان رجل رحيم في قلبه في رحمة في شفقة، يحين على الضعفاء، يسعد بقدم ما يستطيع المساكين المرضى، يعطب على المساكين في رحمة في قلبه لقرائبه ولعامة المسلمين، ده يكون من أهل الجنة. الثالث قال وعفيف متعفف ذي عيال. العفيف ما بيمد للمال الحرام، المتعفف اللي قال المال الحرام قدامه في امكانه يشيل ما في زول شايفه، لكن تركه خوفا من الله. طيب يمكن تركه لانه ما محتاج، لانه عنده قروش ما شاء الله والبنك مليان دولارات. لا، زولنا ده ما عنده الدولارات خارج في البنك ولا عنده قروش في بيته، لكن لقى المال الحرام قدامه ومحتاج له، واولاده في البيت محتاجين للقطة الضروري. كان في امكانه يشيل المال ده لانه في زول شايفه غير الله، لكن قال ولدي ما اكلهم حرام، اشوف كم اكلهم بميت امرقيقه بميت الفول، اعمل لهم فته بميت الفول ولا اكل المال الحرام. ده من اهل الجنة. وعفيف متعفف ذو عيال. نعم. نحن الان طبعا بنتكلم عن نقطه جوهريه، انه دور الاباء والامهات مع بعض، لكن نحن ملاحظين يا شيخنا الان الناس بيتحججوا يقول لك والله جارين الحياه صعبه. الوالد تلقاه ما عنده حتى ولا ساعه مع اولاده في البيت. والمساله دي هي مسؤوليه طبعا كبيره، انك انت لابد انه تدي اولادك دي زمن. صح، فعلا ده المطلوب، انه زول ما جا من الشغل اخذت راحته وصليت العشاء بعدها صليت وقتك، ادي اولادك دي ساعه نص ساعه تونس معاهم، دردش معاهم، اسالهم قرايتهم، قريتوا شنو، ودوكم في المدرسه شنو، وحفظت شنو كذا، يتونس معاهم، يربط علاقه بين كذلك برضه لبناته في البيت برضه يتونس معاهم، يشرح لين ويفهمهم، وهكذا زوجته برضه أدى حقها من الونس وكذا. لكن في بعض الناس بعد الرجال يشرد من البيت طوالي قضى الشغل، قضى غدا وطوالي والمغرب مش النادي، يلعب الكشتين في النادي لغاية آخر الليل. هاي ده مسؤوليته هنا. أما الأولاد عشة الوليد راجع عشان يتعشى معاه، ويجي من قعد القعد الكثير في الكشتين الظهر يوقع يا سرير ذاك زول يقبل على الحيطة حق الزوجة بينه. هاي ده مسؤولية. طبعا في ناس بيفتكروا إنه كون وفر القروش اللازمة والناس ماكلين وشاربين وثلاجاتهم مليانه خلاص، لا لا لا، في دور ثاني، في دور ثاني فعلا. نعم. طيب نحن ما نمشي بعيد، لانه في بعض الناس حقيقه بيكون قايمين بدور ده، لكن في تفرقه بين الابناء، يكون بريد واحد اكثر من الثاني. ايوه، كيف الاسلام منع هذا التمييز؟ ايوه صحيح. لا، جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدل بين اولادكم. رواه البخاري ومسلم. اتقوا الله واعدل بين اولادكم. العلماء قالوا زول في حياته يعدل بين ولاده وبناته، ما يعمل تفرقه بيناتهم. يعني مثلا ادى الولد 100 جنيه يدي البيت 100 جنيه، ادى الولد 10 جنيه يدي البيت 10 جنيه. اتمنى حتى العلماء قالوا الصحابه كانوا يساووا في ولادهم حتى في القبله، قبل الولد قبلتين، قبل البيت قبلتين، ساويهم في كل شيء عشان يطلع الولاد متحابين وكذا. حتى لو احتياجاته مختلفة مثلا؟ حتى احتياجاته، لكن إذا كان في حاجة ضرورية في الباب الضرورية يفهم أولاده وكذا. لكن ما يعني في بعض الناس يقوم يسجل لواحد من أولاده قطعة أرض ويحرم الثاني، حظ يسجل لبنات يسجل لبنات الولاد يحرم البنات. لا، اتقوا الله وأعدل بين أولادكم. في الحياة تعدل بين ولادك، بعد الموت بعد ذاك المال أصبح ما حقك، حق الوراث للذكر مش الحظ الأنثية. لكن زول يجتهد إنه ما يفرق بين ولاده ذيله، ولا يوصي كمان الإضرار في الوصية. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. وفي حديث ثاني قال الإضرار في الوصية من الكبائر. ومن الإضرار في الوصية يوصي يقول إن لما أموت ولدي ده تدوه ربع المال والباقي ده تتقسموا للوراث، ممنوع، أو تدو القطعة الفلانية والباقي ذاك للوراث، أو يمي وهكذا، لأنه الولد ده وارث، ما شرط ده ورث لي. طيب أنا لاحظت في البيت كثير من الناس بيكون عندهم واحد كذا بيقول لك ده بيسمع الكلام، بينادوا كثير، بيقربوا لهم كثير. بس ما كمان لا ما يخلوا يشعروا الولد الثاني بالحكاية دي. لأنه شعره يبقى تفرقة. تربي الحقد بين الوالد والغيرة. بيتأثروا. طيب ما في اولاد كده راسهم قوي ما بيسمعوا كلام، يعني ابوه لو ناداه ولا امه ما بيجي، يعلمه شوف اخوك ده كيف لما نكورك اللي يجي انت بتجي مالك، ينصحه كده، علمه. نعم. طيب كده نسمع ام احمد ثاني سؤال. نعم. ايوه طيب.
طيب يبدو انه جانا استفسار من ام احمد تاني، انا سمعته عن طريق السماعه انه قالت لو يعني لو خلوا امه دي وهي رفضت من دون علاج هل عليهم اثم؟ يخلوها من دون علاج ما تعالجت، يعني هي رفضت وهم خلاص يعني احتاروا يعني خلاص قبل الدكتوره، والدكتوره قالت اصل الدكتوره دي ما تقرب عليه وزعلت وكده وهرجت وكوره، قالت ما اصلا في الحاله دي خلوها. لكن يشوفوا يقول الدكتوره انت يا دكتوره تراكي لاحظتي مرضه ده يوم يعني تشكي من كذا كذا اكتبي لنا الدواء، يكتبوا لنا الدواء ده، الدواء ده يدوها بطريقه فنيه في كوبايه مويه كوبايه شاي في اي شيء بيدوها في الحاله دي الكذب في الحاله دي يجوز امي ده ما هنا ده ما هنا شربات اي هو دواء بالطريقه دي يعني تفننوا معاه ويطولوا بالك يعني ما يعني لو غصبا عنها ودوها الدكتور بالغصب يعني لا ما يجبروها بالغصب قلنا يجيبوا لها دكتور دكتوره في البيت اصرت رفضت قالت الدكتوره دي جد ما تكشف عليه يكلمها يوم يا دكتور امنا دي بتشكي من كذا 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 والدكتوره تسال تستفسر تشكي كذا كذا شافتها قدام الحاله دي ممكن تمشي برا في البرنده تكتب الارشيت للبنات عاوزين يعملوا لها عمليه هو رافض العمليه عمليه في حته حساسه هاي برضه في العمليه دي اصرت يخلوها يسوي شنو لانه العمليه دي ما عليهم اي ما عليهم يحنسوا يقنعوها رفضت جد قالت له عمليه دي اصلا ما سووها لي بحاله نفسيه كمان لو سووا لها عمليه ما راضي تتاثر بيطولوا بالهم عليها ام احمد مجتهد مع امه ان شاء الله ربنا يعني يشفيها عليها ويوفقها ان شاء الله. طيب نحن مساله التفرقه دي تكلمنا عنها قبل شويه وكلمنا برضو عن جزئيه عن الميراث حق الابن في 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 ايوه اي برضو كذلك انه برضو الابو يوصي ولاده يوصيهم بتقوى الله بطاعه الله ويوصيهم انا عندي في البنك الفلاني عندي اسهم كذي في الشركه الفلانيه كذا عندي قطعه ارض في الحته الفلانيه يبين لي يكتب وصيته الكلام ده كله يكتب وصيه اي وصيه يكتبها وكل وقت يجدد الوصيه لو حصل طارئ يجدد يكتبها عشان لما يموت يفتح له يقول رصيدي موجوده عرفوا حقهم ويوصون اهم شيء بطاعه الله وانكم تكونوا متعاونين متحابين ما تتشاكلوا ما تتخاصموا ما تتقاطعوا قطيعه الرحم حرام وهكذا يوصون بطاعه الله بطاعه الله انا لما اموت كل زول تحصل التركه وكل زول تدوا حقه بالكامل ما تنقصوا من حقه الشرعي ارجعوا لايات الميراث وشرح العلماء للميراث كل زول تدو حقه وهكذا يوصيهم. نعم. طيب في بعض الناس بيستفسر عن انه الواحد لما يبلغ ولده عمره 18 سنه يقول لك ده خلاص اصبح رجل او امراه يعني هل معنى الكلام ده انه البلوغ ده وصول لسن الرشد ده ينفي حق الابن على ابوه يعني؟ لما بينفي يوصل 18 سنه خلاص يشق طريقه في الحياة أصبح الأب ما واجب عليه نفقته يعني العلماء استثنوا الطالب في طالب العلم زول لسه بيحضر للماجستير لسه ما كمل الجامعة وصل 18 وصل 20 سنة واجب عليه أبوه يصرف عليه لغاية ما يتخرج من الجامعة أما إذا كان شغال وصل 18 سنة خلاص وقدر حر لو ما اشتغل يقفز الشغل يدبر له شغل لغايه ما يشتغل يساعده لغايه ما يشتغل في ناس الان بيعانوا من اولادهم يقول لك ديل تخرجوا وما قاعدين يشتغلوا وقاعدين في البيت عطاله يحسون على الشغل يكتلون الشغل يساعدون على الشغل وارشادهم برضه مهم جدا يا شيخ طبعا اي مهم نعم طيب نحن يمكن يكون مساله اختيار الاسماء دي لو رجعنا لها ثاني في اسماء يا شيخنا بنشوفها كثير يعني مرات ما عندها علاقه بال بالمعنى اصلا يعني كده نرشد الناس في اختيار الاسماء دي هو طبعا اختيار الاسماء مهم وطبعا هنا الاولاد ما في مشكله الحمد لله لغايه الساعه كله الاسماء الابناء موافقه للشريعه الاسلاميه محمد واحمد وعلي ومحمود وكذا اي اما اسماء البنات اللي هي في تركوا اسماء الصحابيات الناس فاطمة وزينب وأم كلثوم ورغية أم كلثوم عائشة دي كلها تركوها طلعوا به ما أسامي المسلسلات أيوة هاي أسامي كلها أسامي ما نادر دول أسامي بنت فاطمة والله عائشة والله كده لكن أسمع الأولاد ما شاء الله لسه محافظين عليها محمد واحمد وعلي وكل ما طيب نحن برضه لاحظت انه في بعض الناس البنات يسموهم مثلا اسم قديم لما تكبر تقول لك داير اغير اسمي هل من حقها يعني تغير اسمها؟ لا ما تغير لان خلاص ما اتسجل في طلعوا اسمها هنا شهاده بتاعت ميلاد واتسجل في المحكمه وكده اللي اذا كان الاسم يعني شاذ خالص
بقى يسبب لها مشاكل، ما عليه تم تغيير واسطة المحكمة. يعني ممكن الزول يغير اسمه؟ اي ممكن، بس على شرط واسطة المحكمة، لأنه حيسجل، يمشي يسجل في الوثائق هناك. أظن قبل كده جانا سؤال باختيار الأسماء ده عن اسم ملاك كبنت، يعني ما في حاجة، ما في شيء اسمه، ما في شيء. الأسماء المحرمة حق الناس يقضي منها؟ بيسمي اللي هو بيسمي شاهن شاه أو ملك الملوك، أو يسمي بأسماء الله مجردا الكريم. لا نقول مثلا كريم، لكن ما نسمي الكريم ندخل الألف واللام. فلان كريم. نعم. برضو من الأسئلة اللي جاتنا إنه البنات ما شاء الله يعني مرات يعني فجأة كده بيكبروا سريع يعني. أيوة. وفي ناس بيعانوا مع بناتهم إنه يلبسهم الحجاب. البنت لو رفضت في عمر معين تلبس الحجاب، شنو المطلوب من الأسرة تعمله يعني؟ طبعاً البنت من هي صغيرة من 7 سنة يلبسوها الزي الشرعي، بتتعود عليه تشيب عليه. لكن من هي صغيرة يلبسوها الحجاب الضيقة دي والفستان القصير ده حتى شبع عليه، ما شبع على شيء شبع عليه. يعني هسه اذا كان بيت من هي صغير لغايه ما بلغت امه وابوها حريصين عليه يلبسوها زي الشرعي، ثاني لو قلت لها بس فكش زي شرعي ما بتفكه. يعني خطا من الاصل من الوالدين من الاول. يعني طبعا من الوالدين اسسوا فيها بتشبع عليه كده، ما شبع على شيء شبع عليه. طيب الاسره دي لو كانت راجعت نفسها وخلاص داير ترجع للطريق السليم يعني، ودارين نعمر البيت دي، البيت دي رفضت، ممكن في الحاله دي ينصحوها، يقدموا عليها نصيحه واحده واحده كده. لأن أسرع لو حتى الراجل الولد اتعود من صغير يلبس الجلابي. نعم. يلبس جلابي جلابي لغاية ما بلع. تجي تقول لبس المنطلون ما يقدر يلبسه ويشاز. نعم. هاي أسرع الولاد تلقاهن يلبس المنطلون، ينوم بالمنطلون، يقوم بالمنطلون، يمشي بالمنطلون كله. ما عنده ولا جلابي، كل منطلون. نعم. هاي والمنطلون ده كمان ما بيساعد الزوج في حيات كثيرة يعني. خاصة في الطهارة في الحيات دي في مشقة. نعم. هو انا لاحظت الحاجات دي يا شيخنا مرات بتدي لخلاف الاب والابن، يعني لو الاب بعد ما الولد كبير يتكلم معاه بيقوم بيخالف الولد، بيكون راسه عنيد او عنيد يعني. العناد ده علاجه شنو؟ العناد ده المطلوب من الاول من الصغر، ان التربيه تبتدي من الصغر. طيب. لكن فرضنا اللي كان مسافر كان مغترب وجاء اولاده ما شاء الله وبلغوا، فعلى حال كده بقعد يقعدون يقدموا له النصيحه. النصيحه برواقه كده ويشرح له يعني بالقوه ما ينفع؟ لا ما ينفع بالقوه. يعني بالنصيحه كده يقدم له النصيحه يرشدهم. طيب نحن ممكن نكون احيانا بنحتاج لبعض الاسئله بتجينا من برا، يعني في مساله الوضوء يا شيخنا، في ناس بيسالوا عن الوضوء مره واحده ولا مرتين ولا ثلاثه؟ هاي النقطه طبعا ثلاثه في زمننا نشرح. نعم ممكن. هاي طبعا الوضوء من شروط صحه الوضوء ازاله الحي الى المانع الذي يمنع وصول الماء الى البشره. والحي المانع عند النسوان ان تتاكد المراه في وشها ما يكون فيه كريمات، الظفر ما يكون فيه مناكير، ظفر اليدين والمناكير لازم بدها تزيل مناكير. اتوضت في ظفر واحد في حته مناكير الوضوء باطل والصلاه بالتالي باطل. دي اسمه إزالة الحي إلى المانع الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة. تحت الظفر ما يكون فيه طين في عجين، الظفر ما يكون فيه مناكير، البشرة ما يكون فيه الكريم، اللي ده ما فيه فازين، ده بالنسبة للنسوان. تزيل الحاجات دي بالصابون، بعدك بسم الله الرحمن الرحيم زول غسل اليدين الكفين ديل، يتمضمض 3 مرات، يطلع الموي، يستنشق 3 مرات، نجي للوش، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والغسيل في اللغة معناته جريان الماء، جريان الماء على العضو. يملي اليد موي، ما يلقى اليد يعني ما يمسح، التبذير ممنوع، يملي دي ويلم عليها دي ويرفع وإذا فوق من منبت، لأن الوش عنده حدود طول وحدود عروض. حدود الطول من منبت الشعر لغاية أسفل الحنة، والعروض من اللضان لغاية اللضان. من تقول له الوش يملي اليد موي، يلم عليها ده، شو منبت الشعر من فوق طوال، شو اللضمين مش العيون. 3 مرات. أيوة. تاني اليد من اليد مويه، يرفع اللي فوق يتلقاه جايهم، يرفع المرفق كده كده، خلق المصابع اليدين اصلح كده، تاني يرفع الماي، يرفع كده يتلقاه رجال حفر كمان، يرفع المرفق يتعب، خلق المصابع كده، تاني اليد الشمال، يرفع الكبه هنا يتلقاه بجاي، خلق المصابع اليدين كده 3 مرات، باليدين يمسح كده اللي ورا فرض وكده اللي ورا سن. يبقى الاصابع الكبير دخل في الاصبع الكبير بكذا على خفيف، نغسل الرجل ظهر الرجل بطن الرجل الكعب البيور، نخلي بين اصابع اليدين الرجلين دخل موي الاصبع الشمال الرجل الشمال. هذا الوضوء ان قالوا لنا رسول العلماء عن النبي عليه الصلاه والسلام، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. سبحان الله، ده خير كثير جدا. نعم. طيب نحن في ختام هذه الحلقة دارين نذكر الناس بأهمية تنشئة الأبناء تنشئة صحيحة. أيوة صحيح. ونرشدهم في هذا الموضوع باعتبار أنه ده حق واجب على الله. أيوة حق واجب، وبعدك ينفعوك أنت ولادك دين لما يشب على طاعة الله. شوف علي عن حكمة ربنا، كل العلماء قالوا أي عمل يعمل الولد ده، أي عمل صالح تعمله بدي تعمل ولد ده، الأب والأم عنده نسبة من العمل ده. أي عمل أصلا نحن صلينا العصر لا جبنا سيرتم ولا لابونا، كل واحد حين أبوه أمه حيين ميتين عنده نسبة من صلاة العصر. سبحان الله، هذا يدل علينا تربية الأولاد على التدين وعلى تشبع الدين، دي فيها منفعة. فرضنا ولدي ده علمته أكاديمي طلع مهندس كبير دكتور كبير، لكن ما لا بيصلي ولا بيصوم. أنا ما يستفيد منه بشنو؟ أودي القروش شوية. أنا مت خلاص. لكن لا أعلمه كده يطلع متدين في تربتي ينفعني جنيه معاشي في تربتي ولدي ده. حسنات مستمرة. نعم نعم. هاي. يعني الهدف الأساسي في الحديث هاي إذا مات ابن آدم قضى عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية أو علم ينتفع أو ولد صالح يدعو له. والولد يشمل البيت ويشمل الولد. نعم نعم. هاي. ده بين لنا أهمية العناية بالأولاد تربية دينية شبه عليها. نعم. وخاصة في الزمن ده وخاصة في هذه الأيام، في هذه الأيام كده في ظهر بعض الأولاد بيطلع منه فلتات كده. أيوة. يبقى أنا أقول للآباء والأمهات ما تحرص كل الحرص، رقبوا أولادكم وحسوهم ما يبتعدوا من الألفاظ الكعبة. لأنه في بعض الألفاظ تطلع من الزول ما بيهتم بيها لكن تضيع. فلذلك جاء نختم بالحديث ده عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له عليه سخطه إلى يوم يلقاه. وده تحذير شديد أن نحافظ على أولادنا دي ما تطلعوا على ألفاظ الكعبة كده. أي نعلم الأهداف الزول بمسك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. جزاك الله خير شيخنا الجليل دكتور محمد أحمد حسن على هذه الإفادات المهمة يعني يسرت للناس كثير من التوضيحات. نأمل أن نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامج فتاوى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.